مرض العصر أو الإجهاد الكظري أدرينال فتيج، وهو بالفعل مرض العصر، المرض يلي الغالبية العظمى من الطب الحديث ما بيعترف إنه موجود، وإنه هذا مرض يلي مهم جدا إن نتعالج منه على أساس بالفعل نحصل على الصحة. إيش هو الإجهاد الكظري؟ كيف إحنا منوصل لهذا الوضع؟ إيش هن الأعراض يدلونا إنه عنا إجهاد كظري؟ كل هاي الأمور وأكثر في هذا الفيديو. أنا حنان فرحات، خلونا نبلش. الإجهاد الكظري هو واحد من أهم الأمور وأمراض العصر الموجودين إحنا فيها اليوم. هذا بيقول إنه في عنا إفراز لهرمون الكورتيزول بشكل اللي هو مستمر، بشكل اللي هو أكبر من الحاجة الطبيعية لإلنا بشكل دائم. الكورتيزول هو هرمون الاسترس، وهو هرمون حميد يلي إحنا كلياتنا في حاجة لإله في قدر معين، وهو الأساس والسبب إن إحنا نقوم ونتحرك خلال نهارنا، هو الأساس إن إحنا نصحى الصبح من النوم ويكون في عنا الطاقة والحيوية إن نبلش نهارنا. المشكلة بتحصل لما بيكون في عنا إفراز مفرط لهرمون الكورتيزول يلي بيوقف لي عمل الغدة الكظرية من أنحاء ثانية، وهي أمور اللي هي جدا حيوية وأساسية في جسمي، وبالتالي بيكون عندي أعراض كتيرة وعديدة. الغدة الكظرية هي الغدة الصغيرة اللي موجودة فوق الكلى، وهي الأساس في إفراز هرمونات عديدة في الجسم. الأساس فيها هو إفراز هرمون الكورتيزول يلي هو هرمون الاسترس، ولكن مش فقط، في عنا إفراز هرمون الأدرينالين والنور أدرينالين، عنا الهرمونات الأنثوية والذكرية، مثلهم الأساس هو DHA يلي هو هرمون الذكورة والأنوثة، وهو البذري والأساس لهرمون البرولاكتين الإستروجين والدستيرون وغيرهن وغيرهن من الهرمونات الذكرية والأنثوية الأساسية، وإفرازهن عن طريق الغدة الكظرية. الأعراض اللي ممكن نحس فيها إذا إحنا أشخاص اللي عنا إجهاد كظري: تعب مفرط، حتى لو أنا إسا صحيت من النوم عندي تكسير في جسمي، تعب، إرهاق، مش قادر أصحى من النوم، مش قادر أبلش نهاري. بنصحى من نومنا حتى لو نمنا 7 أو 8 ساعات متواصلة كأنه ما نمنا بالمرة. عنا ما بنقدر نبلش نهارنا غير بالمنبهات، وأهمهن الكافيين مثل القهوة وغيرها من مشروبات الطاقة يلي بتساعدنا إن إحنا نكون كل الوقت متنبهين، نكون كل الوقت في عنا إمكانية إن إحنا نعطي أو نقدر نشتغل أشغال اللي هي بسيطة جداً. بعد ما نصحى من النوم بدنا ساعة أو ساعتين، وهي بسمعها كتير للأسف. أنا بصحى من النوم بدي ساعة لساعتين لأكون من البشر، لأكون بالفعل في إمكانية إني أنا أتحرك أو أشتغل. في أشخاص يلي بحاول إني أعين لهم استشارات على الساعة 8 الصبح، يقولوا لي هذا الأمر مستحيل، لأني على أساس أنا أقدر أكون معاك في استشارة الساعة 8 الصبح أنا لازم أصحى الساعة 4 وجي الفجر لحتى أقدر أكون صاحي، أقدر أكون مركز، أقدر أكون بالفعل في شوية طاقة الموجودة عندي على أساس أنا أقدر أكون معاك في استشارة في هاي الساعة. لأني أنا الصبح ما بقدر أصحى، لأني أنا الصبح ما بقدر أتحرك غير ما أشرب كاسة وكاستين وثلاثة من القهوة. لازم أصحى معصبة، لازم أصحى ما في عندي خلق، مزاجي معكر على الدوام. بعدي الأكل في عنا هباط، ما في عنا تركيز وعنا تشتت في التركيز والانتباه. منحط الغرض ما منتذكر وين حطيناه، منروح نجيب شغلة ما منتذكر وين رايحين. منقعد نشتغل أو نحاول نركز في شغل اللي هو بده تركيز، ما في عنا الإمكانية. هاي كلها علامات على الإجهاد الكظري، إضافة لكثير من الأمور مثل الاكتئاب، ضغط الدم المرتفع والحساسيات المختلفة
هي أمور يلي تنبع عن الإجهاد الكظري يلي إحنا ممكن نكون عايشين فيه، إضافة لأمراض كثيرة ومختلفة وعديدة مثل الفايبروميالجيا، مثل عدم اتزان الهرمونات، السكر طالع نازل، الضغط الغير متوازن، أمراض القلب والشرايين المختلفة، الأمراض النفسية مثل الاكتئاب والخوف، بالإضافة طبعاً لضغط الدم المرتفع، وكمان في عنا أمراض الحساسيات بشكل عام. كل هاي الأمور بتتلخص تحت المظلة أو تحت التشخيص في الإجهاد الكظري. في اللحظة اللي إحنا حلينا الإجهاد الكظري، إحنا ما بيعود في عنا هاي الأعراض كلياتها، ما بيعود في عنا هاي الأمور اللي إحنا مهم إن نعالجها على أساس إن إحنا نتخلص من هاي الأعراض. كل مرض من هدول بينكتب له دواء واثنين وثلاثة لحتى يتوازن، وللأسف ما بيتوازن لأنه أساسه وجذره هو الكورتيزول العالي يلي إحنا عم نفرزه كل الوقت في جسمنا، والجسم وقف يكون حساس للكورتيزول، والإنزيم اللي في جسمنا بيحول الكورتيزول لكورتيزون بيوقف عن العمل، وبالتالي الجسم بحاجة لكميات أكبر من الكورتيزول على أساس الجسم بالفعل يحس فيهن. وفي عنا تدرج كبير من المراحل اللي ممكن نمرق فيها في الإجهاد الكظري، من الإجهاد الكظري الخفيف لحتى الإجهاد الكظري العالي. لهيك الأعراض بتختلف من شخص لشخص، مش كل الأعراض بيكونوا موجودين عنا، ولكن إذا عندك عرض أو اثنين أو ثلاثة من هاي الأعراض فأنت في عندك إجهاد كظري معين اللي مهم جدا إن إحنا نعالجه، ونعالجه من الجذور لحتى نتفادى الأمراض اللي هي أصعب من هيك، الأمراض اللي هي والتوازن وعدم التوازنات الموجودة ممكن تكون في جسمي أكبر من هاي الأمور كلياتها. في اللحظة اللي أنا عندي الكورتيزول عالي كل الوقت، هذا بيقول لي إني أنا ما في عندي إفراز لهرمونات الجنسية بشكل اللي هو سليم، وبالتالي إذا أنا أنثى في عندي لخبطة في الدورة، في عندي إذا ما في عندي لخبطة في الدورة ولكن الدورة منتظمة، في عندي لخبطة في كمية الدم الموجودة أو في الأوجاع الموجودة أو في عدم القدرة على الإنجاب، وإذا أنا ذكر فأنا عندي عدم قدرة على ممارسة العلاقة، أنا في عندي عدم قدرة في إفراز هرمونات التستوستيرون، لهيك عضلاتي مش عم تشتغل بالشكل السليم، لهيك أنا شخص اللي أنا عصبي كل الوقت، أنا إنسان مضغوط حتى لو ما في إشي بالفعل وفي الحقيقة عم بيضغطني. إضافة لعدم إفراز هرمونات الألدسترون يلي بتساعد الجسم على موازنة ضغط الدم، وبالتالي أنا عندي ضغط دم مرتفع، أنا في عندي اشتهاء للحلو والسكريات كل الوقت، لهيك أنا بصير عندي مقاومة إنسولين بالإضافة لهيك، وأهم من كل هذا في عندي عدم إفراز لهرمون الميلاتونين يلي هو واحد من أهم الهرمونات الموجودة في جسمنا. إفرازه بيتم في الليل، أي نعم هذا هو اللي بنسميه هرمون النوم، ولكن في اللحظة اللي عندي الكورتيزول عالي ما في عندي إفراز لهرمون الميلاتونين، وبالتالي نومي غير سليم، أنا ما عم بحصل في الليل على تنظيف الجسم، الجسم عندي ما عم بيقدر ينظف حاله من الشوارد الحرة، من الالتهابات، من الخلايا التعبانة أو الخلايا الميتة أو الخلايا السرطانية، وبالتالي أنا أكثر عرضة لكل الأمراض المناعية، لكل الأمراض السرطانية بشكل عام، إضافة لأنه إحنا كمخلوقات في عنا مجموعة كبيرة من الساعات البيولوجية اللي جسمنا بيشتغل عليها، وفي لحظة الخلل في هاي الساعات البيولوجية إحنا ما عم نقدر نقوم في الوظائف الحيوية المطلوبة منا. لهيك كل جسمنا مخربط وكل حياتنا مخربطة، وإحنا في ضغط مستمر
كل الوقت، إجهاد مستمر كل الوقت، ما عم نقدر نكون منتجين بالشكل اللي إحنا نكون راضيين عنه. طيب الحل إيش؟ إيش ممكن نعمل لنحل مشكلة الإجهاد الكذري؟ الحل مش واحد، في عنا عدة أمور اللي مهم إن إحنا نعملهن مع بعض على أساس إحنا نحل مشكلة الإجهاد الكذري. البداية والحل هو أول شغلة إن إحنا نقلل من الأعراض يلي بتسبب إفراز الكورتيزول بشكل عالي، وأولها هو الكافيين والمنبهات بشكل عام. الكافيين والمنبهات بشكل عام، إن كانت القهوة إن كانت مشروبات الطاقة بجميع أنواعها، هي واحد من المسببات لإفراز الكورتيزول بشكل اللي هو عالي. القهوة كاسي أكثر من كاسة لكاستين خلال نهارنا، إحنا هون عم ندخل في إفراز كورتيزول اللي هو عالي. على أساس نعرف أكثر عن القهوة، في عندي حلقة اللي هي مفصلة عن القهوة وكيف هي الكميات المناسبة، إيش هي الكميات المناسبة لإلنا على أساس إحنا ما ندخل في إفراز الكورتيزول العالي. الشغل الثاني إن نبتعد طبعاً عن مشروبات الطاقة، إن إحنا نخفف من الضغوطات اللي إحنا موجودة في حياتنا، نخفف من الضغوطات الداخلية والضغوطات الخارجية. كل إشي بيضغطني وممكن إني أستغني عنه، مهم جداً إن نستغني عنه، نتركه، نبتعد عنه بكل الإمكانيات، نبتعد عن كل شغلة ممكن تسبب لنا التوتر والضغط. رح تقولوا لي شو نعمل مع الشغل، شو نعمل مع ضغوطات الحياة مع البيت والأولاد. الضغوطات هي داخلية، الضغوطات هي تفكير ونمط حياة. إذا أنا إنسان اللي عندي مهمات كثيرة وأنا بفكر إني أنا ممكن أنضغط منهن، فأنا رح بالفعل أكون إنسان مضغوط. إذا أنا عندي قائمة طويلة من المهمات اللي أنا بدي أعملهن، ولكن تفكيري معاهن هو تفكير إيجابي، تفكير اللي فيه أنا رح أعمل كل جهدي إني أعمل القدر الكافي من هاي الأمور، أولاً إنتاجي رح يكون أعلى، فأنا رح أنتج كميات أكبر من الأعمال اللي أنا بدي أعملهن، وثانياً أنا ما رح أتأثر في هذا الضغط ويسبب لي ضغط داخلي وإفراز لكميات كبيرة من هرمون الكورتيزول. لهيك العمل هو على تفكيرنا، على نمط تفكيرنا في الأساس من ناحية الأعمال اللي بتضغطني أو الأمور اللي بتضغطني بشكل عام. نبتعد عن كل الأمور الخارجية أو المجتمعية اللي ممكن تسبب لنا ضغوطات. نتنفس من أهم الأمور اللي بتساعدنا إن إحنا ننزل من الضغوط. إحنا للأسف مجتمعات اليوم ما عم بالفعل نتنفس، القعدة المكتبية كل الوقت أو عدم الحركة بسبب لنا قصر في التنفس. مهم جداً إن نأخذ تنفسات عميقة على الأقل 10 عدات كل يوم على 3 مراحل أقل إشي، لندخل الأكسجين بشكل كافي للجسم يلي بحد ذاته بيساعدنا إن ننزل هرمون الكورتيزول. الكورتيزول كمان ممكن يكون سبب أو مسبب من نتيجة أنواع الأكل اللي إحنا مندخلها لجسمنا، من سكريات، من حلويات، من أمور اللي هي مقلية في زيوت مهدرجة، أمور يلي الجسم ما بيعرف يتعامل معها. هذا بيعمل ضغط كبير على جسمي، وبالتالي الهرمون رح يكون عالي، الكورتيزول رح يكون عالي، وبالتالي أنا إنسان مضغوط حتى لو ما في إشي اللي هو يضغطني. نتوجه أكثر للأكل اللي هو أكل حي، أكل طبيعي قدر المستطاع. هاي الأمور بتساعد إنها تخفف من الضغط. ندخل كميات كافية من السوائل لجسمنا، لأنه السوائل واحدة من الشغلات اللي بتساعد الجسم على تقليل نسبة الضغط. نتخلى عن كل المشروبات المحلاة والمشروبات الغازية، لأنها كمان إضافة لهيك تسبب إفراز الكورتيزول بشكل اللي هو أعلى. إن ننام بشكل اللي هو سليم في ساعات الليل، الساعات السليمة للنوم.
نبتعد عن الشاشات قدر المستطاع، على الأقل قبل النوم في ساعة. أنا حكيت عن النوم وأهميته في حلقة اللي هي مفصلة، وكيف إحنا ممكن نحصل على نوم اللي هو سليم، فممكن ترجعوا لها. والشغلة اللي مهمة وأساسية بالإضافة لكل هذا هو الرياضة، وأهم رياضة للأشخاص الأشخاص يلي عندهم ضغط مستمر هي المشي. الابتعاد عن كل الرياضات العنيفة، الرياضات اللي بدها إفراز لهرمون الكورتيزول اللي هو عالي، لأنه الرياضة مثل رياضة المشي أو اليوغا أو السباحة، الرياضات الهادية بتساعدنا إن نخرج كميات كبيرة من الاسترس الموجود في داخلنا، نخفف من الضغط اللي إحنا موجودين فيه، على عكس الرياضات العنيفة يلي بتتطلب منا إجهاد أكثر، بتتطلب منا إن إحنا نكون مضغوطين أكثر على أساس إحنا نقدر نقوم في هذا التمرين. والشغلة الأخيرة هي الصيام. الصيام واحد من الشغلات اللي بيساعد الجسم على تنظيف نفسه، بيساعد الجسم على تقليل من كميات الهرمون، من كميات الكورتيزول الموجودة عندي، لأنه بيخفف الضغط على جميع أنواع، على جميع أنحاء الجسم، بالإضافة لأنه بيخفف الالتهابات العالية في جسمي، وبالتالي الكورتيزول رح يوطى. الشغلتين الأخيرات اللي رح نحكي عنهن هي المكملات الغذائية والأعشاب اللي ممكن تساعدنا على إن إحنا نخفف من هرمون الكورتيزول، ولكن هني عوامل مساعدة ومش هني بدل كل الأمور اللي حكينا عنهن قبل. أول شغلة، المكملات والنواقص الغذائية الأساسية في لحظة اللي إحنا عندنا كورتيزول عالي هي فيتامين بي، وبالذات بي 5، ولكن أنا كنت بفضل إن نأخذ البي كومبلكس يلي بيساعدنا إحياء الجهاز العصبي بشكل عام، وبالتالي إحنا بنكون أشخاص اللي إحنا عندنا هدوء اللي هو أكبر. المغنيسيوم واحد من المعادن الأساسية لجهازنا العصبي والمعادن الأساسية للإجهاد الكظري، لهيك مهم جدا إن إحنا نستكمل معدن المغنيسيوم في اللحظة اللي إحنا أشخاص اللي عندنا كورتيزول عالي، إحنا أشخاص المضغوطين كل الوقت، أو إذا إحنا أشخاص يلي شخصنا في أي مرض من اللي ذكرناهن سابقا. فإحنا مهم إن نستكمل هذا المعدن بشكل اللي هو يومي، على أساس إن إحنا نخفف من الإجهاد الكظري الموجود عندنا. الشغلتين اللي براهن رح أحكي عنهن من الأعشاب، عندنا أعشاب كتير اللي ممكن تساعدنا على التقليل من الضغط النفسي ومن الكورتيزول العالي، ولكن أهم الأعشاب يلي بتساعدنا بشكل كبير وبتعمل نقل اللي هي نوعية، هي الأعشاب اللي منسميها أدابتوجينز. الأدابتوجينز هني أعشاب تكيفية يلي بيساعدوا الجهاز العصبي إنه يهدى، بيساعدوه على التوازن. وأهم عشبتين رح أذكرهن هني الروديولا والأشواغاندا. هدول الشغلتين أساسيات في إن إحنا نهدي أعصابنا، ننزل من نسبة الكورتيزول العالي الموجود عندنا. ولكن في النهاية كل الأمور اللي ذكرتها سابقا هي أساسية ومهمة. ما في عنا إمكانية إن نحل مشكلة الإجهاد الكظري في إن نتناول فقط المكملات أو الأعشاب الأساسية. في اللحظة اللي إحنا تركنا نومنا وتركنا رياضتنا وتركنا التنفس وتركنا أفكارنا، تكمل كل الوقت في أفكار اللي هي مختلفة من إفراز الكورتيزول، فإحنا هون ما منكون بالفعل أعطينا الحل السليم. كل المنظومة هي منظومة متكاملة، المهم إن إحنا نشتغل عليها بشكل كامل ومتواصل لحتى بالفعل نحصل على الصحة السليمة، على الوضع السليم اللي إحنا نطمح فيه. فلأي أسئلة أو أي استفسارات اتركوا لي ياهن تحت الفيديو، وبشوفكم الفيديو الجاي. سلامات.